هاي هاي، استر يا رب. مش عارفة امتى مظبوطه. طول عمرنا كده الواحد لما بيطلب عربية بتجيله توصيلة وخلصنا، حاجة كده واحدة، انما نجمع بين وظيفتين دي حاجة شوية صعبة وشوية فيها غرابة يعني. ففي بقالة متنقلة جوه العربية، مش عارف هتشوف بقى ايه ردود افعال. نتمنى ونأمل ان تكون الحلقة لطيفة. نأمل ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ الحمد لله في نعمه والله. رجلك بس والنبي والبضاعه على فلوس ناس. حاضر استاذ. نبدا بس. بسم الله. حضرتك انا عايز اروح الحي متميز. اما انا جايبه اللوكيشن، جايبه بس هنلفلف بس شويه كده، ايه نستقضى شويه ايه طلبات. الله يكرمك. لا حم شامبو بالله عليك، عشان بقى يومين مقبر شكوك. ها شكوك؟ شكوك كيس واحد بس. شكوك بال كيس واحد يا حلت امك. لا ادي كيسين. طيب ايدك يا ولد لما تعهار. عايز كيسين. هات هات الفلوس. عايزين نروح شغلنا. انا مش هكلك امبارح. خد التليفون ده يا ابني. انت عايز نروح شغلنا يا مدام؟ خد حلوانات بس يا ولد. روح الفلوس يا ولد، بكره جيبها. ولا لا اله الا الله. انت حضرتك انت شغاله شغاله ترازين؟ طالع لامه نتن كل يوم يشكك يشكك يشكك. هو انا راكب كشك؟ قال كشك ايه يا عناي؟ انت ما سمعتش عني؟ انا اول عربيه متنقله في البلد. ما باين عليك. صباح الفل يا ام رجب. صباح الجمال. هستاذنك ربع رومي وعلبه جبنه الله يكرمك بيضه. طب واللي عليك بقى يا استا عاطف؟ انت بقالك كتير بتشكك، بقالك كتير وده مش حلو. معلش يا ام رجب استحمليني بالكتير. اهو بكره وراجل شاهد عليا اهو. بكره ان شاء الله هجيبك. وانا اجيبه منين يركب معايا بكره؟ وانا اعرفك منين عشان اشهد عليك يا بابا؟ يا عم انت تشهد دلوقتي، انت شاهد. خلاص خلاص لاجل مراتك. ماشي. والنبي بس يا غالي ناولني الجبنه دي. ايه وانا قاعد في سوبر ماركت. انا عشان ولا حمو مش معايا، والطبق اللي تحتي طبق. طبق روم الله يكرمك. ايوه خد. ماشي يا ام رجب سكرتين فارطه. الله يسلمك. ايه الاصطباح اللي علامها ربنا دي؟ النبي الله يبارك لك. استسمحك في سجاره. سجاره؟ انت كمان عايزه مني سجاره؟ يعني انت توديني مشوار عايزه مني سجاره؟ لا اخصم تمام. اخصم تمام. ما عدتش عليه حاجه غريبه والله. معلش معلش. ده مصر دي؟ من اصول. من اصول ايه بس؟ امال لو كانت اجنبي. تسلم يا غالي. كده سجاره. ماشي يا ام رجب. نهارك ابيض. نهارك زي الفل. الاصطباح اللي علمها ربنا دي؟ ده انا اصطباحتي بشرى تتبشر بيها. بشرى ولا هند صبري؟ يا اختي ده انت ابن نكته وافيه. حلو ده. لا اله الا الله. ام رجب عايز ايه يا سيدي؟ صباحك تامين يا ام رجب. ايه يا ابو عمو انت؟ ايه يا عم عايز رقتين بفرح ام رجب. يا ابو عمو انا مش يا عم. ايدك يا عم في ايه؟ استناني بقى. روح يا عم. فين؟ اهي هات ام رجب. معلش اتنين بس. هات لي ايه؟ وعليك 2 جنيه من امبارح. خلصان ام رجب اديهم لي. خد. ماشي طبعاً. بكرة ما فيش لو ما جبتش الفلوس. يا ابويا خلصين عايزين نروح شغلنا. لا اله الا الله. وانا عطلتك يا ابو عمو. يا ابو عمو. يا ابو خير. ده قرفة بيضة اللي شفتك فيها النهارده. في احلى من كده. بتبيعي بافر ولا تبيعي جبنة ولا تبيعي؟ يا سيدي بجري على اكل عيشي، والله بجيب ال 160 وممرحة. اكل عيشك ده كتر خير اللي واخدك. كتر خير جوزك نفسه. عقبال ما ربنا ياخدك. مساء الخير يا ام رجب. سجل. عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ عايز اقول لك مساء الخير يا حاج. مساء النور. انت بتركبي بني ادمين دلوقتي؟ اول مره اعرف الموضوع ده. ايه يا ابو عم اللي تقوله ده؟ شغلانه سودا. سوبر ماركت متحرك. انت ما تعرفش الموضوع ده؟ عايز اقول لك ال 2 كيلو لحمه يجننوا. بجد؟ زبده
والله العيال بتقول لي ام رجب وبس رخره مغيره الصنف والله. لا بس انا ما لقيتش لحمه النهارده. عايزك فراخ تصبحك والنبي لو هتعدي على مدام صافي تاخد دول في ايدك عينيا لو مش هيضايق. لا يا حبيبتي عينيا والنبي الله يخليك. كنت عايز نص بانيه. نص بانيه نص بانيه. طب ينفع ينزلك صحي؟ ما انت تستاهل تاخد بانيه بقك حلو. صحي اوكي. طب والريش؟ طب والريش؟ ما تقولش مفيش بقى. يا ساتر ايه ده؟ اديله الريش اديله الريش ما تقولش مفيش. ايه ده يا رب يا حبيبي؟ يا ساتر يا رب يا اخي روح يا اخي. ربنا يخليك لينا يا ست. شكرا يا عمر. يا عمر احلى. شكرا يا قمر. تسلم يا غالي. منك لله يا شيخه. مني لله؟ يا اخي منك للي كلت دراع جوزها بدل ما تحمد ربنا ان انا هخصم لك من الاجره. ربنا يكرمه وياكلك دوزك. يا اخي اهدى بتعمل ايه؟ ايه اللي تعمل ايه؟ وجعتك سودة ان ركبت معاك النهارده. بس بنهزر. مش كنت قلتي انك كنت بتهزري؟ طب انا ده مين هيعتذر عنه دلوقتي؟ انت فاتح سوبر ماركت تقولي تهزر؟ نفتح سوبر ماركت بفتح دماغك دلوقتي باللي انت عملته فيا ده. بص هنا يا عمو يا ابو عمو والله احنا بنهزر معاك وده مقلب في رمضان ان شاء الله. بص هنا بس كده اقولكوا سلام طيب لحد ما تشوف مين هينضف البيت ده. حد ياخد لي حقي بقى بست بيضات زي اللي وافقعهم فيا دول. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا كابتن؟ طنط؟ طنط اللي طنط. انا طنطك انتي؟ ده انت اكبر مني يجي بـ20 لوح. والله ايه اللوح ده؟ انت شغاله ايه؟ انت شغاله ايه؟ ما حسبتك ام رجب. لو انتي هنا من المنطقه لازم تكوني سمعتي عني. لا بس الصراحه اول مره اسمع عنك. ازاي ما وصلتلكيش ولا اوردر؟ لا 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 ولا بعتلك حد؟ لا 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 يقطعني يا ولا حمد. بس جنبه عشان بقالي كتير ما استحماتش. خد يا ولد عليك جنيه من امبارح يا ولد. مفيش بقى انت عليك جنيه من امبارح. عليك جنيه من امبارح. شوف لامك اديتهولي. هقول لامك. انا هقول لامك لو ما جبتش الجنيه. مفيش جنيه. ايه ده ايه ده بالراحه ايه ده احنا فين هنا؟ الجنيه اللي عليك انا مقيداه وانا في الكشكول. ايه ده ايه ده؟ انت شغاله ايه؟ عامله بقلم متنقله كده على الضيق بعد المرحوم الله يرحمه متوكل كان طول عمره نفسه يفتح بقاله. جاي تحقق له حلمه بعد ما طلع عند ربنا فوق. ده سرسال البقاله فيهم ابا عن جد. يا نهار ابيض. بقاله ابن بقاله ابن بقاله. طب ما فتحت السوبر ماركت احسن ليه؟ ما انت فاتحه اهو. ما انا هشرح في عربيه. هقول لك حكايه السوبر ماركت. على خير يا مراجعه. سجل مالي يا عيني. استاذنك عايز علبه جبنه بيضاء وعايز ربع رومي. انت مجانين. يا نهار ابيض. يا ساعات انا مقيده كده عليك كتير. راعي بقى الدنيا شويه. ايه يا ست انتي؟ بكره هحاسبك ان شاء الله. راعيها شويه. مراقب مراقب ايه؟ انت بتتكلمي ازاي؟ البقاله اللي انت بتعمليه ده؟ ما انا بشرح لك الله. يا نهار ابيض. البقاله المتنقله دي بتكسب اكتر بكتير. ليه بقى؟ بجري فيها على 160 كده مرتاح. يا سلام. بجيب فلوس اكتر. طب بتجيبي فلوس اكتر؟ طب ما تقعدي اعملي لي الكشك ولا اقعدي على الرصيف. كشك ايه وادفع ايجار وكهرباء وفرده وحي وقطار. امال تضايقي الناس يا ماما؟ تضايق الناس؟ ناس ايه اللي ضايقهم؟ انا اتكلمت. انت اتكلمت؟ يا نهار اسود عليكم. ايه يا ولد؟ فين بفرح مراجع؟ بفرح لما بشوفك يا ولد. حلاوتك يا مراجع. خرمان الولد خرمان. ثانية هقعد اخد مراتي. خرمان الولد. باخد مراتي في ايه يا ولد؟ ولا ولا عليك ساعة ونص. ايه؟ معلش. في ايه؟ خرمان الولد. ايه يا ولد؟ علشان انت. انت مودياني فين؟ والله خرمان مش في واعي. خرمان مين؟ ايه يا نهار اسود؟ انت ولاد نزليني يا ولاد. اللطمة على الوش. نزليني يا ولاد. لعلمك 40 يوم. نزليني يا ولية. انا جسع. انت قلت الادب. انت ست مش محترمه. انا عشان ابويا والله ربكي ده كده ربكي. ولا رجب ولا رجب مين يا اختي؟ ربايته كده شقيانه عليها ما هردش. انت عايزه تفهميني طريقتك دي؟ انت مربيه عيال؟ استني بقى. انت مربيه عيال؟ استنوا. ازيك يا مراجب؟ انت طلعت المدام صافي امبارح ولا لا؟ لا كلمتني اشتكيت لي. لا والله العظيم ابدا. انت نزليني يا ست. انت بتاعه الاخمال. نزليني بقول لك. عندك انتوا شكلكم نصابين على النصابه. نصابه والله العظيم. انت ولا انت نصابه؟ مراجب ده انت زي والله العظيم نصابه. على فكره انت عايزه تسرقي مني الحاجه. اسرق منك؟ لا دي مش طريقه. اسرع منك انت. تعرفي كيف اللي انا بجيبه في نص اليوم؟ يا تتنيلي انت مرة. عايزين الشارع وين؟ تلعب عايز ايه؟ ايه عايز ايه؟
ماركت دي اكبر سوبر ماركت متحرك. سوبر ماركت ايه يا دخانة؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ بجد؟ اللي احنا فيه ده؟ عايز بقى نص بنيه والنبي. بس بقولك ايه؟ مش عايز ريش ريش يا اخويا؟ مش عايز ده في شغل. لا اديني الريش ما تقولش ما فيش. اديني الريش. ايوه يا ناس يا ولد مين انتوا؟ اديني الريش. اي خير. تعالي هنا. تعالي هنا. تعالي هنا. يا ولد زي ما انت ورد